يا طالع بصفوة حجيج البيت يا حسين، وين المناسك وين ما اخذها النساء؟ يا حجة الله الثابتة معقول ومنقول، انتم تمام الحاج وبيك الفرض مقبول، هذي الجبال تزول وحقك ابد ما يزول. لا وين ما شفجعت كل القريبين، ماشي ابن مكة ومنها وعزها وسعدها، وخيام وادي عرفة زلزل عمدها، وما أرض مزدلفة زايد وجدها. وين ازدلافك بالضعان والعيد في وين؟ كنا يقول الله بضعينتنا يبارك، عدنا 3 شهور أعمال ومنام، وأعظم مناسكنا إذا خضنا المعام، وتفصيل حجنا تبينت مو المحبين. حقي عليكم ثابت ومطلوب منكم، للحشر تبجوني ولا ينقطع ونكم، يوم الفزع الأكبر أنا مسؤول عن حجاج وادي كربلاء عند مأمنين، باقي دعاء بعرفة يكمل بعاشور، انقطع وناجي ربي من نحري المنحور، تقبلني مصباح ويضاو بكل ديجور، اجعلني سفينة تنجي الشيعة الموالين، مشعر حرام وتزدله لصفوة صار، واثبات صرع وروس هاب رماح تندار، والعيد عدها جنتي وسيوف هجمام، تهوي على روس الأعاد شمال ويمين، أخيام بمنى ما حد نصبها بعام ذبحي، وانا ب70 الى ربي اضحي، وانفر من خيام النساء بسيفي ورم، اخيامي حرم وانا احفظي تبدم الجبين. حجاج من مكة تغادر للمدينة، زورنا بالمصطفى راعي السكين، وانت ابو علي ونسواني مسبي بعد عز الضعين، ذل على هز الاسى رغص بماشين.